شيء وحداني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي شوف تي في، عائلة شوف تي في، مرحبا وألف مرحبا في هذا البث المباشر الصباحي مباشرة من مدينة أزمور. أسعد الله صباحكم مشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم أينما تواجدتم، مرحبا وألف مرحبا مشاهدي قناة شوف تي في. دردشة صباحية، جولة صباحية بالمدينة العتيقة مدينة أزمور، المدينة القديمة ديال مدينة أزمور، وفي نفس الوقت دردشة صباحية. أجي ندردشو شوية ونتكلمو شوية شنو أهم حاجة ولا شنو هما الحوايج اللي كدير بطبيعة الحال في زمن كورونا. أهم حويجات وليتي كديرهم في زمن كورونا بطبيعة الحال، وزمن كورونا واش خلاك أنك تولف شي عاده من طبيعه الحال اللي وليتي كتخدم عليها في هذا الزمان ديال كورونا. طبيعه الحال المشاهده قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا هذه المدينه العتيقه، المدينه القديمه ديال مدينه ازمور. غادي نبقاو غادي كندردشوا حنا وياكم حتى نهبطوا النهر ام الربيع باش نشوفوا الكورنيش ديال نهر ام الربيع من طبيعه الحال. السلام عليكم، بخير وسالك الله يحفظك. طبيعة الحال المشاهدة قناة شوف تي في، اشنو اهم حاجة طبيعة الحال المشاهدة قناة شوف تي في، حنا كنتواجدوا بالمدينة القديمة المدينة العتيقة. اشنو اهم حاجة توحشتي ديرها في زمن ديال الكورونا؟ مشاهدة قناة شوف تي في، هذه المدينة العتيقة المدينة القديمة. غادي نهبطوا للنهر ام الربيع ونشوفوا الاجواء ديال نهر ام الربيع في هذه الفتره الصباحيه. كيف ما قلت لكم مشاهده قناه شوف تي في، اشنو اهم حاجه توحشتي ديرها في زمن ديال كورونا؟ زمن ديال كورونا اللهم بارك، دابا راه تقريبا واحد خمسه اشهر ولا سته اشهر وحنا في زمن ديال كورونا. اشنو اهم حاجه توحشتي ديرها في الزمن ديال كورونا؟ هذه الأجواء ديال المدينة العتيقة، المدينة القديمة ديال مدينة أزمور. تحياتي السي حمودة عبد الكريم الزياد، تحياتي السي حمودة وسلامي للجميع الأحباب. تحية متبادلة السي عبد الكريم الزياد، بارك الله فيك، حياك الله أخي العزيز. مشاهدة قناة شوف تي في، هذه ساحة مول نيس، ساحة مول نيس. التسمية تسمات على واحد الضريح اللي هو ضريح يهودي، كاين هنا يسميه ربي ابراهام مول نيس. هذه الاجواء، ماذا غادي نهبطوا لتحت باش نشوفوا الاجواء. كيف ما كتشوفوا اليوم الويكاند، اليوم الثاني من الويكاند، يعني الناس كيركبوا في الفلايك جوله في الفلوكه، وكذلك كاينين احدى المقاهي هنا في مدينة أزمور وهنا على ضفاف نهر أم الربيع. هذا نهر أم الربيع المكان المتنفس الوحيد للساكنة ديال مدينة أزمور. وفي نفس الوقت دابا غادي نهبطوا باش نشوفوا الأجواء من التحت والأجواء عن قرب بطبيعة الحال. طبعا من طبيعة الحال مشاهدة قناة شوف تي في،
هذا هو المتنفس الوحيد من طبيعة الحال الساكنة ديال مدينة أزمور، أنهم كيهبطوا هنا يبدلوا الجو. السلام عليكم. طبيعة الحال كيهبطوا هنا يبدلوا الجو بعد يوم متعب من طبيعة الحال الروتيني اليومي، أنهم في الويكاند ولا في العطل كيهبطوا هنايا، ولا في وقت الفراغ ديالهم كيهبطوا لهذا المكان، أنهم يجلسوا هنايا في هذا المكان الهادئ، المكان الجميل، وفي نفس الوقت مشاهدة قناة شوف تي في في نفس الوقت كيهبطوا حتى لإحدى المقاهي اللي كاينة على ضفاف نهر أم الربيع. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير لاباس عليك؟ الحمد لله. عبد الكريم الزيات، وحش جميع الأهل والأحباب والأصدقاء والجود الوالدة الله يطول في عمرها نجاة. صباح الخير أخي، صباح النور أختي أسماء ناصر غزال المور، بارك الله فيك. من طبيعة الحال كيف ما كتشوفوا حنايا دابا كنا فوق في سحنيس، غادي نهبطوا لضفاف نهر أم الربيع، وفي نفس الوقت دردشة مع الحباب شنو الحوايج اللي توحشتي انك تديرهم في زمن كورونا. يعني مكان هادئ هنايا، العائلات كيهبطوا هنا كيجلسوا في المقاهي ولا في هذا المقهى اللي متواجد هنا. طبيعة الحال هذه الاجواء في هذا الصباح هذا، نمشيو حتى لهنا ونرجع. داودي، سلام تحياتي لك، توحش الجلوس مع أمي الذي أصبح قليلا في زمن كورونا. حرية الفيلم الحرية ديالنا ترجع. هذه الأجواء مشاهدة قناة شوف تي في، وحنا على ضفاف نهر أم الربيع بهذا المكان الجميل هنا مدينة أزمور. تحية لكم مشاهدة قناة شوف تي في أينما كنتم أينما تواجدتم، أسعد الله صباحكم، كنتمنى نهاركم يدوز مبارك سعيد إن شاء الله. تحية لأي واحد بالاسم ديالو اللي كيشوف في هذا البث المباشر. فايزة شهيتينا في هذا المنظر، ما كرهش نكون تما. فايزة بارك الله فيكم، مرحبا بكم، ألف مرحبا أختي فايزة بين أهلك وأصدقائك هنا بمدينة أزمور. مش عيد قناة شوف تي في، هذا نهر أم الربيع، رغم المعاناة ديال نهر أم الربيع، إلا شفنا حتى اللون ديال نهر أم الربيع راه غتلقاوه لون مخالف أو مختلف مقارنة مع الأيام الماضية. دابا اللون ديالو جاي للخضورية، إلا حقاش نهر أم الربيع كيعاني في هاد اللحظات مع الخراجة ديال الواد الحار، حاشاكم أنها كتكب في نهر أم الربيع، وكذلك المصب ديالو يعني الفم ديال نهر أم الربيع. وإلا إلا شفتو في الصورة ديال اللايف أبعد ماذا، يعني غتشوفوا نهاية ديال هاد المنظر ديال نهر أم الربيع، غتلقاو النهاية ديالو أنه مسدود ما كيتلاقاش مع البحر، وهذا عائق من مجموعة من العوائق اللي خلات نهر أم الربيع أنه يكون بهذا الشكل هذا. يعني الأكسجين ما بقاش كيدور في نهر أم الربيع، ولا عبارة على بركة مائية كبيرة، يعني البحر ما بقاش كيتلاقى مع الواد، يعني ما بقاش داك المد والجزر. هذا عائق، ودابا راه المجتمع المدني كيقوم بوقفات احتجاجية من أجل أنهم يطالبوا بفتح المصب. طبيعة الحال هذا ماشي موضوعنا، موضوعنا هو موحة. واش هذاك أم الربيع؟ بالفعل هذا أم الربيع من مدينة أزمور، نهر أم الربيع بمدينة أزمور. مشاهدي قناة شوف تي في، موضوعنا أشنو الحويج اللي توحش في زمن كورونا؟ اشنو الحوايج اللي توحشتي انك ديرهم في زمن كورونا؟ كيف ما كتشوفوا هنايا مشاهده قناه شوف تي في، كهنايا كاين احدى المقاهي اللي كيهبطوا العائلات وحتى الزوار ولا السياح، انهم كيهبطوا كياخذوا
متنفس في هذا المكان هذا. عبد الكريم الزيات اخي حموده، واش المكان داروا ليه الضوء؟ راه مظلم. شكرا على هذا المنظر الجميل. صباح الخير عبد اللطيف البوعناني، صباح الخير، صباح النور والسرور. حنا الان متواجدين باحدى المقاهي هنا على ضفاف نهر ام الربيع. كيف ما قلت لكم مشاهدي هذا البث المباشر، مشاهدي هذا البث المباشر كان هنايا راه كاين بروجيكتورات بالنسبه للسيد اللي سولني سي عبد الكريم، اما فيما يخص في هذا الطريق هذه فما كاينش اضاءه في الليل، اضاءه منعدمه في الليل في هذا الطريق هذا من هذا الكوتي حتى للجهه الاخرى ما كاينش طريق. منظر زوين محمد، زوين بوجودكم وكيحلى بوجودكم عائلة شوف تيفي. مرحبا بكم وألف مرحبا في هذا البث المباشر، وفي نفس الوقت دردشة وجولة خفيفة كيف ما قلت المتنفس الوحيد لساكنة مدينة أزمور أنهم كيهبطوا كيشوفوا هذا المنظر الرائع، ولو أنه مازال خاصه العناية والاهتمام، لما لا أننا نشوفوا هذا المكان لا في هذه الضفة ولا في الضفة الأخرى، نشوفوا هذا المكان يكون وجهة سياحية لجميع المغاربة إن شاء الله، لما لا؟ ولكن بوجود هذه الأشواك وانعدام الإضاءة ووجود الأشواك في الأرض في, في, في النهر كيف ما كتشوفوا هذه كتعرقل التنمية السياحية من طبيعة الحال. مهدي الحلواني صباح الخير والرباح وجو مدينتي الجميل. مهدي الحلواني تحياتي ليك اخي العزيز خويا المهدي، نهارك مبروك. طبعا الحال مشاهده قناه شوف تي في، هذه جوله خفيفه، اطلاله خفيفه، دردشه مع الحباب، مع عائله شوف تي في، معكم مراسل مدينه ازمور والنواحي، دردشه مع الخوت اينما كنتم اينما تواجدتم. مرحبا بكم في هذا البث المباشر مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نختموا هذا اللايف هذا، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.